أميرة بلكوشي حاصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 19.62، كنقرا في مؤسسة الشريف الإدريسي علوم فيزيائية. كنت متوقعة صراحة، كنت متوقعة غنجيب 19، ولكن الفصيلة ما توقعتهاش، ما كنت دايرها في بالي كاع، وفرحت بزاف مني وصلتني النتيجة. هذا الامتحان كانت من وراه بريباراسيون كبيرة، ضروري خصك قبل مني البداية ديال العام وانت كتبريباري كتخدم، واخا ماشي بنفس الجهد ديال الاخر ديال العام، ولكن واخا هكاك خصك تبقى اجور ديما، اي حاجه درتوها عاودوها، وفي الاخر كتبقى الخدمه ديال الوطني بوحدها، خصك في الاخر لاكادونس خصك تطلعها، وان شاء الله كيوفق الله. زعما الباك ماشي غير ثانيه بكالوريا، خصك تبدا من لي باز ديالك، من طرون كومان سيزام وهادشي، خصك تكون فيه لي باز، والباك كيزيد كثر، وخصك ضروري دير بريباراسيون من الاول، واخا ما تعطيش الجهد من الاول باش ما تعياش من الاول، ولكن ضروري تبقى اجور ديما، خدم ديما خدم ديما خدم، وانت ما خسر والو، ساعه في النهار كافيه، وفي الاخر 3 شهور الاخر، شهرين الاخر، خصك تعطي كاع الجهد ديالك. العائله ديالي كانوا السند ديالي من البدايه، من السنوات الدراسيه ديالي كامله، ما داروش لي الضغط، خلاوني نخدم على راحتي، داروا لي واحد الجو اللي كتبغي كتحبي فيه الخدمه، التوجد الوطني، كلشي بواحد الجو زوين، وعطوني واحد الانرجي بوزيتيف بزاف، انني زعما عاونتني انني نكمل ونعطي كاع الجهد ديالي باش نفرحهم ان شاء الله. الى وفق الله ندير، اذا كان شي حاجه بيبليك ندير صيدله في الفاكولتي ديال ميديسين وفارماسي، واذا كان شي حاجه بريفي ان شاء الله بورس، الا جاتني بورس ديكسيلانس في لو ام سي سبي علاش لا. كنقول لكم بلي حتى حاجه ما سالات، باقي تقدروا تخدموا، باقي تقدروا تعطيو الجهد ديالكم، وان شاء الله راه ما عمر ربي غيخيبكم. كنقول لهم شكرا بزاف ليهم كاملين، حقاش جاوا وسولوا عليا في الليل، وسولوا عليا دابا الصباح، وقفوا معايا النهار كامل، وهانتوما راه باقيين كاينين دابا، كنبغي نشكرهم بزاف كاملين. ما كناش كنتوقعوا بصراحه هذه النتيجه، مي واحد الفرحه عارمه ما كتوصفش. كنتمنى لكل اب وكل عم وكل خال يعيش هذه اللحظه هذه مع ابناء ديالو. واميره تبارك الله راه بنتنا كانت مثال للجد والاجتهاد، والحمد لله الحمد لله. العقوبة لوليدات الناس كاملين اللي فرحوا بوليداتهم، سيرتو الآباء مساكن كيتعبوا بزاف وكيعاني، وراك عارفين هاد الظروف واش كيكبروا الدراري وكيقراوا، والحمد لله الحمد لله على كل حال. أنا عمة مالوغوزمون با خدام مكنش ليه يجي، مي كنوصلوا ليه كاع التهاني ديالنا والفرحة، وكنفرحوا معاه، وكان الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنشكر العائلة ديالها تبارك الله اللي زعما وفروا لها كاع الظروف باش نكليها توصل لهاد النتيجة، وهاد النتيجة ديالها هي هدية لكاع الكوزين ديالها تا هما راه دوزوا الباك، والأخوال ديالها والأعمام وجميع الأصدقاء إن شاء الله.